السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم عندنا لعبة جديدة، اليوم ما عندنا تختيم، عندنا لعبة كذا حق الطقطقة، لعبة ستريمر كذا حركات. اللعبة عبارة عن انك تكون ستريمر وتبدأ تطور من جهازك، تطور من يعني تطور من قناتك بشكل عام. انا صراحة ما لعبت اللعبة ولا شفت لها مقاطع، لكن شفت عليها اقبال شديد فقلت اجربها بنفسي. فخلينا على طول نقول نيو جيم. طيب اول شيء نضبط الشخصية. طيب خلوني اضبطها على راحتي وبعدين ارجع لكم. طيب كذا خلصنا تضبيط الشخصية، هذا اللي طلع معايا. ما عدلت في الوجه، ما عدلت شيء، بس كذا على الطاير بسرعة، ملابس كذا وشعر والمهم. فنقول يلا مشينا. اوكي بدت اللعبة. على طول عندنا سلوقي، هو صحاني من النوم. احلى ستريم بيجي الحين. طيب في منبه. طيب اول شيء نفتح الجوال حقنا. حلو، فتحنا الجوال، عندنا منبه الساعة 9:15. خلاص صحينا. او عندنا رسالة، خلينا نشوف. ما في رسالة. طيب عندنا عندنا ثلاث مهمات. عندنا توك تو موسي، put computer part in the trunk of the car. اتكلم مع موسي، احط الكمبيوتر في الشنطة واروح البيت. طيب ابشر من عيوني. طيب اول شيء خلينا نشوف هنا، ما اقدر اسوي شيء. يا ساتر يا ساتر، هي لعبة يوتيوبر والله. ايش؟ طيب وهذا شكله موسي. اي والله هذا موسي. السلام عليكم. كان شوت ذس بليس. طيب قاعد اقول له اسمع صوت رصاص. يلا نبغى رصاصة ثانية. اوه يقول له ليه مرتين، يصحيني بالرصاص، مجنون ده. قاعد اسأل عن الكمبيوتر حقي. خلاص طيب توكل على الله. هذا عصبي. اوه هلا بهذا الكمبيوتر. طيب عندنا معالج اي 3 وعندنا اتش دي دي 1 تيرا. يا سلام. وعندنا هذا كرت الشاشة MTX 950، هذا الرام، هذا الكيبورد، هذا الكيس، هذه الشاشة، شاشة مظهر. يا سلام. هذا الماوس وهذا هذا المذربورد. طيب حلو، معانا كل أغراض البي سي الحين. أوه هلا بيسكار. طيب الحين أوديها السيارة. أوكي هنا هنا من هنا السيارة. طيب أحطها في الشنطة. كيف نقولها؟ حلو يلا روح جيب واحد واحد. يلا الحين الكيس. طيب خلاص بس بقي لنا المذر بورد، اخر حاجة وديها. نقول بسم الله. يلا حلو كذا حملنا كل شيء في السيارة. الحين نروح على البيت. البيت 1000 متر. ناخذ السيارة وندز. يلا حركي. اوكي فك بريك. يا ساتر كيف يلف الدركسور. فحط فحط. انقلبت 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 انقلبت. يا رب البي سي ما تكسر. يلا 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 بطلنا تفحيط. كم تمشي السيارة هذه؟ قاعد امشي 100 110. كافو 120. كافو. الحمد لله الحمد لله على السلامة. يا رب البي سي حقي ما تكسر. بخر انتو لدعسكم.
خلاص وصلت الحمد لله. طيب كيف انزل؟ اوكي كذا انزل. يلا بسم الله. الحين هذا البيت حقي، نروح نشيك على البيت. يا ساتر، هذا بيت اليوتيوبر الطفراء هذا. علقها. طيب حلو، هذا السرير تمام. هنا راح تكون غرفة النوم، وهنا لا خليها في مكان هنا كذا. حلو، تعالي انتي الحين، عرفت كيف احطك. حطها هنا في الاستقبال. طيب هنا السيت اب، وين اخلي غرفة التصوير؟ هنا والله، هنا والله يا الكرسي مولع. طيب غرفة التصوير هنا راح تكون. هي خربانة خربانة، طفر الوضع الحين، بعدين اضبط الامور. حلو، الكرسي هنا، يا سلام احلى سيت اب. طيب الحين نروح نجيب العدة، وذا اهم شيء خليه تحت، الكيس تحت. اوكي ماوس موجود، كيس علامة تعجب، شكله لازم اطلع الكيس فوق. طيب نروح نجيب باقي الاغراض بعدين نشوف نتفاهم معه. طيب عندنا الرماد اطرحها هنا، عندنا الكيبورد، الكيبورد هنا راح يكون. حلو، الحين عندنا المعالج، المعالج اطرحه هنا عند العدة هذه، وباقي ايش ذا؟ كرت الشاشة اتوقع، معاهم. طيب الحين يقول لي هنا علامة تعجب، نجرب. اوكي طيب انا فهمت. الحين اللي يصير اجمع العدة هذه، حلو. الحين اركبها هنا، اول شيء عندنا ال HDD هنا، وعندنا هنا ايش؟ المذربورد، المذربورد هنا، وعندنا المعالج هنا، وعندنا كرت الشاشة هنا، وعندنا الرام هنا. كذا البي سي حقنا مضبوط. الحين اقدر اشغل. طيب نشغل ونقول بسم الله. يا سلام. طيب لا رجع الجوال، رجع الجوال، رجع الجوال يا حبيبي، نبغى نشغل البي سي الحين. اوكي ممكن من ممكن اشغله من الكيس. ايوه من الكيس. الله، هلا بي، خلاص ضبط السيت اب. داخلين على عالم اليوتيوب. اح جيعان. طب كيف اكل؟ من وين اكل؟ نروح نشوف الجيران. السلام عليكم، ما في مطعم هنا؟ هنا لقيت واحد يبيع. ايش يبيع هذا السكريم؟ اعطيني واحد يا شيخ، اعطيني ثاني. اوه ما يبغى واحد ثاني. طيب نروح ندور لنا اكل ثاني كمان. هنا. اوه هذا يبيع حيوانات اليفة. لا ما ابغى الحين، طفران. 500 البسة. هذا مطعم. حلو. طيب فين المحاسب؟ كيف اشتري؟ واو هذا ايش عندك انت؟
اقول لك توكل على الله، انت وضعك ما يطمن. السلام عليكم. والله يا الحارة ماش، شوف كيف حارة مجرمين. طيب ما علينا، سدينا جوعنا. اوه ايش ذا، ان شاء الله انه مطعم. يبغى يروح الحمام، وهذا يبيع كرت شاشة وحركات. حلو حلو، كيس وشاشات. طيب الحين يبغى يروح الحمام البطل، من وين يجيب له حمام؟ عندي حمام في البيت؟ والله ما عندي. طيب كيف، شو الحل؟ اعطيني ايس كريم لو سمحت. حلو، سدينا الجوع. You should do your tonight. To your light. طيب يبغى لنا ندبر حمام، كيف؟ اروح حمام الجيران. يا ابوي اسحب عليه، مو لازم يروح حمام. نشوف البي سي حقنا. طيب عندنا الكمبيوتر وعندنا الخلفية، خلينا نغير الخلفية. واو، نحط البيض. طيب وعندنا ستريم، اوكي التقويم. عندنا تيتوريال ستريم، فيرست سبسكرايب تو ذا ويب سايت كالد بلندر اند لير ابوكي. من هنا كل شيء، من هنا. اوكي في اشياء والله كثير. نبدأ نشوف الايميل. احنت عندي يا ابو كلب. طيب ما عندنا شيء في الايميل، نرجع نشوف امازون. اوكي امازون عندهم اشياء. عندهم حمام، ابغى حمام. امازون عندهم اشياء حلوة. نشوف المعالجات، اي 3 اوكي اوكي ذي كلها بعدين، كلها بعدين المعالجات الحين ابغى حمام. الحين رحلة البحث عن حمام. اوكي هذه صرافة، لا لا شكرا شكرا، ابغى حمام بس. اوكي جيعان وابغى حمام وحالتي مزرية. ما اقبح الفقر وما اجمل الفقراء. انت ما تبيع حمام؟ جوعان الحين، الجوع عندي 5. اعطيني ايس كريم، ما لي غيره اقعد اكل فيه. ايش ذا المزعج؟ انت ما عندك حمام؟ هذا شكله حق مخدرات وحق الوضع عنده ماش. وعنده سرير، وهذا هو الحمام. اخيرا طلع قدام بيتي. بخل لو سمحت. يوه $10. ايوه وخليت الباب فاتح يا فضحي فضحه. طيب واضح ان اللعبة فيها اشياء لسه اكثر واسعة جدا. فالى هنا تنتهي الحلقة الاولى. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، لا تنسون الاشتراك، ونشوفكم باذن الله مقاطع جديدة. الحلقة الجاية ان شاء الله رحلة البحث عن طعام. فيعطيكم العافية، السلام عليكم. We'll be right back.